زي انا احب اللعيبه رؤساء الانديه اللي كده كمون، اللي يبقى متعايش مع المدير الفني طبعا، اللي متعايش عارف يقعد ويشوف ايه اللي ناقصه وايه اللعيبه وابتدي، ما بقاش انت تبقى في اتجاه ماتشات يا حماده وفرقتك في اتجاه تاني. عارف ان الماتشات بتجيب اللعيبه، ومصطفى فتحي كان بعيد قوي لما الماتشات جابته ابتدى يخش من هدافين الدوري، وغير كده كمان راح المنتخب مع كابتن حسام البدري، فلاعب مميز جدا. انت ده بالنسبه لنادي الزمالك هقول رأي المتواضع ده ما يتفرطش فيه، ده لو هو في نادي السموحه وفي وهو تبع نادي سموحه، يعني مش مع نادي الزمالك خالص، ونادي الزمالك عايز يشتريه هتشتريه بكام؟ نادي الزمالك هيفكر فيه ولا لا؟ بتعرف انا جايب مصطفى فتحي بكام؟ بكام؟ قول كده. ما مش فاكر قول. 75,000 جنيه. طيب اديك قلت يساوي كام دلوقتي؟ 75 مليون. والله العظيم. ما انا بقول لك هو دلوقتي لو الزمالك هيشتريه. رئيس النادي يجيب موتوسيكل ياخد الفلوس. كمان؟ لا والله. لا برافو عليك والله. هو دلوقتي لو نادي الزمالك هيشتريه من المهندس فرج هيبيعه بكام؟ ده انت خلاص لعيب جاهز بقى استوى وبقى خبره جامده جدا.